لو مش فاهم احنا فين، فانا جاي اقول لك احنا فين. احنا في مرحله الزهق، مرحله كومان مستني لابورتي يمشيه ويديله الشرط الجزائي، والناحيه التانيه لابورتي مستني كومان هو اللي يستقيل وما يطلبش باي اموال. ليه؟ لان النادي ما معهوش فلوس يدفع لكومان فلوس الرحيل بتاعته والمبالغ اللي برشلونه هيدفعها في حاله رحيل كومان. والكلام ده بقوله للمره ال50، لان انا قلت لك قبل كده ان هذا لابورتي كذاب، ما عندوش اي برنامج رياضي ولا برنامج اقتصادي ينقذ بيه برشلونه. وانت كنت عندك يقين انك المحاسبه اللي انت كنت بتعامل لابورتي بيها، وانك هيمشي ده عشان ما يدفعش هنا، وهيمشي ده عشان يوفر هنا، انت كنت فاهم ان الكلام ده والله صح، مع ان الكلام ده مش صح. الكلام ده بيدل على ان الراجل ده ما عندوش اي خطه ان هو ينهض باقتصاد برشلونه المتهالك اساسا. الراجل جاي بيمشي اليوم بيومه، ومع ذلك انت كنت مبسوط جدا وبتقول لي ده الذهبي، لما كنت بقول لك يا ابني ذهبي فين وما فيش جوارديولا ولا حتى في ميسي تحت ولا حتى كمان في يوهان كرويف. انت عندك الثقه واليقين في الراجل ده منين؟ الراجل ده كذاب والراجل ده بيبيع لك الوهم، ومع ذلك انت بس مشجع، يعني كنت راشق في اي حاجه. طيب كومان من زمان بنقول لك يا ابني هذا مدير فني فاشل، هذا مدير فني مش هيقدر يطور المواهب اللي عندك. كومان وصل برشلونه لمرحله خلاص طريقك مسدود. انت النهارده خسران من ريال مدريد في ملعبك في الكامب نو، ورد الفعل قدامك في مباراه لرايو فالكانو، هتعمل رد فعل على رايو فالكانو ولا لا؟ لا انت نزلت خيشت، انت خيشت، انت نزلت بسم الله ما شاء الله. كل السوق اللي برشلونه اتجمع في ماتش واحد، ماتش واحد بيدلك على ان احنا بسم الله ما شاء الله كم العظمه اللي احنا فيها رهيبه. يعني لو اتفرجت على الجون مثلا، سيبك من ان بوسكيتش بيلوش، يا عم هو متعود ان هو بيطين الدنيا في اخر سنتين. فالكاو يجري قصاد بيكيه والناحية التانية، إيريك جارسيا يهرب ان هو يجري مع فالكاو، وفالكاو بيكيه يرجع لورا خالص ويسيب فالكاو يصوب ويسجل. ايه الضحك اللي احنا فيه ده؟ مهاجم 35 سنة مش عارفين تاخدوا منه الكورة يا جماعة، اتنيله ب60 نيلة يا جماعة. إيريك جارسيا مين يا جماعة؟ اللي بقالي فترة طويلة جدا كنت بقول لك مفاوضة هذا الإيريك جارسيا فشل لوحده. طب احنا في مرحلة ميلان؟ لا، هو احنا مش في مرحلة ميلان، ميلان كان معاهم فلوس وما في المرحلة دي، فان احنا مفيش حاجة خالص، احنا مفيش خالص بجد. يعني حتى التغييرات بتاعته هو بيحل حاجات هو عارف ان هي غلط. يعني البداية بسيرجيو روبرتو هو عارف ان هو غلط بس بادي بيه، البداية قدام بسيرجيو ديست هاف هو عارف انه بادي غلط بس مكمل بيه، التواجد بتاع اجويرو هي الحاجة الصح بالنسبة لي الوحيدة اللي كان عاملها النهاردة. اما فكوتينيو اول ما رجع برشلونه ولبس تيشيرت تاني حس اللي هو ما تيجي نتعلق شويه، اللي هو يلا يا جماعه نهرج شويه. يا ابني انت نازل تعمل مهارات اساسا واحنا حالتنا بالبلة وسيئين والموضوع بالنسبه لنا ضايع تماما؟ لا الموضوع صعب. قال لك لا، ما انت حاطين الثقه والدعم على ديباي. قلت لك انا قبل كده ممفيس ديباي لعيب كويس بالماتشات الصغيره، انما في الماتشات الكبيره بيبان ان هو ما عندوش اي حاجه خالص ممكن يقدمها. انما النهارده الحمد لله لا ماتشات كبيره ولا ماتشات صغيره ولا حتى ضربات جزاء بقى نافع. يعني ضربه الجزاء طب خد خطوه لورا، خد ارجع شويه وحاسس انك عندك دم وانك عايز تجيب جول. لا انا هقف على البلم واحطها وهسجل اهو، جول قلب من والنار يا ابن المستخبي. نفسي اعرف لابورتا هيطلع يكدب على الناس ويقول ايه، يعني هيطلع يتكلم ان هو يا جماعه نهدى شويه على بعض، نهدى الموضوع لسه فيه. وكومان لما يرجع له المصابين، لما يرجع له فاتي اللي لعب واتصاب تاني، ولما يرجع له عثمان ديمبيلي، ولما يرجع له اروخ، ولما يرجع له مش عارف مين، هروح يخسر قدام ليفنتي وهروح يخسر قدام كاتش. يا جماعه كلام على برشلونه بقى صعب، الموضوع بقى صعب جدا لان احنا مش لاقيين حلول، مفيش اي حاجه ممكن تحل الوكسه اللي احنا وصلنا لها. فالموضوع بالنسبه لي انا بقى مستحيل، لان انا بشوف المعاناه دي بقالي فتره ان احنا لابسين. بس امتى الناس هتقرر ان لابورتا مالت؟ هيقولوا كده امتى؟ لقيتهم بيقولوا كده النهارده، قلت لهم الحمد لله على السلامه، اخيرا فوتوا. بس فوتوا بعد ايه؟ بعد ما خربت خالص. كلنا دلوقتي امال في ربنا ان كومان يحترم نفس اهله ويستقيل، بس ده اللي احنا بنتمناه. انما النادي كيلو لا، ما معناش فلوس نمشيه. فهمت الوكسه فين والمشكله الكبيره فين؟ انا فهمت، اعمل لايك علشان انا تعبت مش قادر اكمل، والله ما قادر اكمل. لو انت قادر تكمل فاكمل مع نفسك يا بلد، الموضوع بالنسبه لي بقى صعب جدا والله.